جميعا في الاستوديو للجمهور المتابع لهذه الحلقة الخاصة بنجم الكرة التونسية والأهلوية علي معلول. طبعا حديثي على علي على أنه تقريب هو بصراحة، وهذه من غير مبالغات، وانتم في مصر تعرفوا هذا جيدا باعتبار خالدكم، باعتبار شفتوا مردوده أحسن لاعب في النادي الأهلي الموسم الماضي، هداف الدوري التونسي مع نادي الصفاقسي عنده تقريب 3-4 مواسم، لاعب دولي بأكثر من 60 مباراة دولية، يعني البالماريس بتاع لي هو اللي يحكي عليه ويقدمه. وأنا باش نعمل جر التاريخي اللي مركز الظهير الأيسر في تاريخ الكرة التونسية كان دائما فيه أسماء متألقة، يعني من السبعينيات تقريب القوشي لاعب النادي الإفريقي، ثم كان عنا علي الكعبي لاعب النادي الأولمبي، ثم جاء عماد الميزوري نجم الساحلي النادي الترجي التونسي، أيضا جاب الهادي بالرخيصة يرحمه بلها، وفي تواصل وتزامن مع تألق رواق الأيسر تقريب تونس قعدت سنوات في غياب ظهير يسار كما نعرفه نحن، كما تعرفوا تاريخ الكرة في تونس، وجاء علي معلول. علي معلول اللي خريج مدرسة كبيرة هي مدرسة النادي الصفاقسي اللي أيضا كثير التألق ويصنع برشا ملاعبية على مستوى الأظهرة. نعرفوا اللي مختار ذويب لاعب تونس في الأرجنتين 78 كان من نادي صفاقسي لكن كان يلعب في الساق اليمين ظهير يمين، نفس الشيء اللي لعب في نادي أجاكس التاريخي نادي القرن في هولندا أياكس أمستردام، التشكيلة التاريخية لأياكس تم اختيار من أيام حاتم الطرابلسي في الرواق اليمين، هو أيضا من نادي صفاقسي، ونادي صفاقسي جاب أظهرة كبار آخرهم وليس بآخرهم علي معلول. علي معلول قوته أكثر كما تعرفوا في الهجوم، مساهماته كبيرة، احنا نقوله في تونس وقت اللي عليه يبدأ في فورما المنتخب يمشي أو النادي الصفاقسي يعطيك برشا حلول. شفناها احنا مثلا، هنا ترجع بي الذاكرة على الطاير، في كان 2017 المونديال الإفريقي المنتخب التونسي تألق جدا في دور المجموعات وعمل ثنائية كبيرة برشا، علي معلول يوسف المساكني في الربع النهائي ضد بوركينا فاسو، كان خيار تكتيكي، كانت هبلة ممكن من أوري كاسبرجاك، وقت ريح علي معلول حتى عبد النور على اليسار فكره التكتيكي باش يوقف وقت اللاعبي الفريق البوركينابي، والمفاجأة أنه المنتخب التونسي مات وتشل هجوميا في غياب علي معلول. علي أنا نقول أنه لاعب متميز جدا، لاعب باش يخلد اسمه في تاريخ الكرة التونسية، فمش كلام أكتشوفه أنا في حديثي رجعت بلاعب في السبعينيات اسمه القوشي، وبالتالي في 2020 أعتقد أنه علي معلول سيبقى من البصمات والعلامات المضيئة في تاريخ الكرة التونسية، سواء كان في النادي الصفاقسي كان نجم النجوم وكان قائد الفريق وصل هداف الدوري التونسي، ثم في التجربة الأهلوية يعني تعرفوا كل في مصر شعمل علي معلول والأهداف اللي سجلها والأهداف الحاسمة اللي جابها، تغير حتى في مصر صار أكثر هجومي أو أكثر نجاعة نقول، لأنه يعني في السياسات الحقيقة مكثر ضربات أهداف وضربات جزاء مع الأهلي، لا الأهلي ولا يسجل مخالفات مباشرة ولا يسجل أهداف كأنه معناها في مركز قلب هجوم، فبالرأس بالساق، فبالتالي علي نقول له إن شاء الله مسيرة ممتازة، هو مرتاح برشا في مصر لأنه الحقيقة الليفل متاع علي معلول نشوفوه في أوروبا، ولكن إذا هو اختار نادي الأهلي لأنه نادي القرن في إفريقيا، لأنه فريق يضيف لأي لاعب، وإحنا نعرف تجربة أنيس بوجلبان سابقا في القلعة الحمراء، ثم يعرف أنه هذه التراهنات على البطولات الإفريقية من شأنها أن تطور مستواه وترفع أيضا أداؤه في المنتخب التونسي. كلمة أخيرة، علي معلول في كأس العالم 2018 تظلم برشا لأنه السبب رئيسي كان غايب شهرين وشهرين ونص وثلاثة شهور قبل المونديال، الإصابة جات في وقت سيء جدا خايب، احنا نقولوا بالتونسي ما كانش في فورما، لكن إن شاء الله باش يعوضها في قطر 2022. أعتقد أنه في القادم علي سيبقى النمبر وان في الرواق الأيسر في الكرة التونسية ومن أهم مفاتيح لعب منتخبنا الوطني وأيضا النادي الأهلي. تحية لولو.